الفكرة الرئيسية أو الهدف الرئيسي حماية الجمهور وحماية البيئة، وأيضا الهدف الرئيسي جدا هو حماية الممارسين الصحيين من التعرضات الإشعاعية. في عندنا هذا قسم المسح الإشعاعي، أوكي؟ طبعا هذا القسم إحنا بنتأكد من سلامة غرف الأشعة من عدم وجود أي تسريب إشعاعي أو تعرضات إشعاعية خارج عن الحد المسموح. المسح الإشعاعي بيصير بشكل دوري وبشكل روتيني أو تقريبا شكل سنوي. كل غرفة أشعة لازم أو يجب أن يعمل لها مسح إشعاعي سنوي للتأكد من عدم وجود أي تسريب إشعاعي. بطاقات التعرض الإشعاعي جميع الممارسين الصحيين اللي يشتغلوا في أقسام الأشعة لازم أو ضروري جدا يحملوا هذه البطايق للتأكد من التعرضات الإشعاعية. طبعا بتقرأ هذه البطاقات في السنة ثلاث مرات أو تقريبا أربع مرات عشان نبقى نتأكد إنه هل هذا الموظف أو هل هذا الوركر ما تعرض إلى جرعات عالية أو جرعات غير مبررة. عندنا جهاز بيقرأ لنا هذه البطايق. تقريبا احنا عندنا أكثر من 10,000 ممارس صحي، ما يعادل 10,000 أو أكثر من 10,000 بطاقة بتقرأ سنويا للتأكد من سلامة الممارسين الصحيين.